أخ يساوي مع أخوه وزوجته ما لا يصدقه عقل، ونهايته كانت عادلة. يسعد مساكم بالخير متابعينا وأحبائي متابعين قناة شريك حياتي، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وقصة جديدة واقعية نعتبر منها كالعادة. ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو ومعرفة التفاصيل كاملة، أدعوكم بعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات لمشان يصلكم كل فيديو جديد من قناة شريك حياتي. اليوم معانا قصة كتير يعني ما راح تصدقها، ان فيه اخ يساوي هيك مع اخوه. القصة هي زوج كان يحب زوجته كتير يعني لدرجة الجنون، وهي كانت نفس الشي، يحبون بعض بشكل يعني غير طبيعي لانهم كانوا على علاقة حب قبل ان يتزوجوا. الزوجة قررت ان هي يعني تخفف على زوجها شوي من متاعب الحياة، وان هي تساعده في العمل، لان ما في حدا يساعد زوجها بنوب، الوالد متوفي واخو زوجها ما بيشتغل ويعني وغير مهتم اصلا لوضع اخوه، انه مضغوط مشان يصرف على مرته ويصرف عليه هو كمان. فقامت الزوجة ببيع كل شيء ذهب هي تملكه، والزوج أخذ قرض من البنك واشتروا سيارة وبدأوا إن هم يقوموا بعمل يعني ينقلوا المواد، ينقلوا مستهلكات اللي بده شيء ينقلوا للشركات، للمحلات الخاصة، للمنازل هيك يعني. في يوم من الأيام كان الزوج وزوجته خارجين من البيت، لكن الصدمة إن السيارة مو موجودة قدام البيت. طبعا الاتنين جندوا، هي بايعة ذهبها مشان يجيب هاي السيارة، وهو واخد قرض مشان يجيب يكمل على يعني على مصاري الذهب ويجيبون السيارة. طب وين السيارة راحت وهي كل ما يملكونه ومصدر رزقهم؟ فبلشوا ان هم يبحثوا. بعد مدة من الوقت اتصل بيهم شخص، قال لهم ايش؟ قال له ان السيارة تبعك موجودة في المقبرة في المكان الفلاني، وتعالى وجيب مرتك معاك زين، وراح نسلمك السيارة مقابل مبلغ، وحطوا له مبلغ مو كبير. الزوج باتصالاته هيك وعلاقاته مع الناس عرف يدبر المبلغ دغري، ما انتبه على شرطهم ان هم بدهم الزوجة تيجي. فراح هو والزوجة على المقبرة اللي حددوا مكانها مشان يدفعوا المصاري وياخدوا السيارة. لما راح هنيك لقى مجموعة من الشباب، اول ما وصل هو والزوجة هجموا عليه وراحوا ضربينه وراحوا مكتفينه زين، واخدوا الزوجة قدام منه وبلشوا ان هم يعني يساووا معاها الحرام قدام الزوج. بعد وقت قصير جدا اجا واحد زين كان معاه السيارة اللي تخص الزوج والزوجة. المفاجأة بقى ان هو لما اجا لقى الشخص مربوط على الارض زين. مين اللي سايق السيارة؟ اللي سايق السيارة اخوه اللي ما بيشتغل ماشي. كان هذا الاخ متفق مع هدول ان هم راحوا ياخدوا السيارة واخوه يروح ويدفع المصاري ويرجعوا له السيارة مرة تانية، لكن هدول الشباب ما التزموا بالاتفاق وعجبتهم زوجة الاخ، راحوا جايبين الاخ وزوجته وضربوا اخوه واعتدوا على مرته، وهم هيك ما قفوا ايه يعني ما مشوا على الاتفاق اللي كان ما بينهم. طبعا هو اساسا واحد ما بيشتغل ومنحرف، ومدام ان هو هيك بيعرف هيك شكل من الشباب يبقى هو اكيد اخلاقه شين يعني مو زين. لما شاف هذا الوضع وانهم اعتدوا على اخوه وزوجة اخوه راح جايب سلاحه وبلش ان هو يقوص فيهم مشان ان هم
اللي سووه مع اخوه ومرت اخوه، يعني هو ما شاء الله عليه يعني عرق الرجولة نط بوجهه لما شاف اخوه مضروب ومقتول من الضرب ومرت اخوه بهيك الوضع، واساسا هو السبب في اللي صار. يعني هو تفكيره الشيطاني انه يتفق مع مجموعة على اخوه يعني كان بالنسبة له عادي، ولما شاف اخوه مضروب وزوجة اخته وزوجة اخوه يعني هيك صار فيها، بلش الدم يغلي في راسه راح قاتلهم. طبعا الشرطة اجت زين وحققوا بالموضوع وعرفوا اللي صار كله وجابوه وقبضوا عليه وتمت محاكمته، اعترف بكل شيء بس نكر او قال ان انا ما حكيت معاهم بنوب ان زوجة اخوي تروح او ان هم يضربوا اخوي، انا اللي كان يعني كنا متفقين عليه انه هو اخي راح يجيب المصاري اللي هم بدهم اياها ياخدوها منه والسيارة ترجع لهم وبس، حتى هم كمان كانوا رايحين في ميعاد غير اللي نحن متفقين عليه، انا وصلت على الميعاد اللي متفقين عليه على اساس ان انا راح اترك السيارة معاهم ويجي اخوي ياخد منهم السيارة ويروح من غير ما يعلم ان انا كنت متفق معهم، لكن لما شاف الوضع اتهور وما مسك اعصابه وراح قاتله. طبعا تم الحكم عليه بالاعدام وانتهت حياته، بس بعد شو؟ بعد ما يعني دمر نفسه ودمر اخوه وزوجة اخوه دمرت اللي مالها ذنب، كل هاد مشان ايش؟ مشان مشي وراء حكي الشيطان وباع يعني باع اخوه باع زوجة الاخ اللي هي تعتبر اخته شرعا مشان يعني المصاري، مشان ان هو يرضي رفقاته. ولك انت يعني اخوك وزوجة اخوك هم يعني لحمك ودمك، المفروض ان انت يعني تحافظ عليهم مو تتفق عليهم. هي فعلا يعني كيف ما قلت لكم في البداية القصة ما راح يصدقها عقل ان واحد يتفق مع الناس الغريبة، يتفق على اخوه مشان المصاري. العظة اللي بناخدها من هاي القصة ان المصاري بتروح وتيجي، لكن الانسان ماله يعني ما يقدر بثمن، انسان هاد اهميته اهم من مال العالم كله، لان المصاري من دون ما يكون معاك اخوانك او والدينك او من اللي تحبهم ما راح تحس بقيمة هاي المصاري وراح تحس بانك انسان وحيد. فاهم شيء مو المال، الاهم من المال علاقاتك الطيبة مع اخوانك ومع اهلك، والاهم والاكثر ان لا تروح ورا الشيطان في اتجاهه، لان دايم دوم اتجاه الشيطان نهاية يعني مو منيحة، نهاية انك بتخسر حياتك بتخسر الدنيا وبالتأكيد بتخسر الآخرة. اتمنى من الله ان القصة تكون عجبتكم وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات عليها، واذا كان في عبرة تانية انا ما ذكرتها او ما شفتها في هاي القصة وانتوا توصلتوا ليها احكولنا اياها مشان نستفيد منها كلنا. مشاهدينا بنكون هيك وصلنا لنهاية القصة ونهاية الفيديو، واتمنى منكم كالعادة انكم لا تنسون قبل ان تغادر الفيديو بصمتك الجميلة لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات مشان يصلكم كل فيديو جديد من قناة شريك حياتي. اشكركم لمتابعة الفيديو للنهاية واتمنى لكم يوم سعيد والسلام عليكم.